أهلا بكم متابعي مجلة سلطانة، وهذه حصيلة الأهم من الأخبار. أعلن المكتب الوطني للمطارات صباح اليوم الأربعاء أنه يجب على المسافرين عبر الرحلات الداخلية الإدلاء بجواز تلقيح عند مداخل المطارات أو برخصة صحية مسلمة من طرف السلطات الصحية المختصة تعفيهم من تلقي اللقاح. وفي الأخبار الوطنية دائما، وجهت النائبة البرلمانية ياسمين حجي عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، مطالبة من خلاله بتثمين عدد من المواقع الأثرية اليهودية. وصرحت حجي لمجلة سلطانة أن هذه المآثر تاريخية يجب تثمينها لأنها تاريخ المغرب وهويته، ويتحتم علينا جميعا الحفاظ عليها كونها تعود بالنفع على الثقافة والسياحة المغربية. وفي الأخبار الفنية، شوقت النجمة الإماراتية بلقيس جمهورها لعملها الجديد بالدارجة المغربية الذي يحمل عنوان بلقيس توحشاتك، من خلال نشر إعلان دعائي للكليب على حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وفي الأخبار الفنية دائما، بدأت الممثلة المغربية ابتسام العروسي تصوير مشاهدها ضمن المسلسل الدرامي الجديد جودية الذي تجسد فيه دور البطولة، ومن المتوقع عرضه في رمضان المقبل. وأعربت العروسي في تصريح لمجلة سلطانة عن سعادتها بالثقة التي أسندت لها من طرف الشركة المنتجة. وفي الأخبار الدولية، لفتت كيلي إن بي أشهر سياسية أمريكية معارضة للقاحات كورونا أنفاسها الأخيرة، وذلك إثر مضاعفات ألمت بها بعد إصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 46 سنة. متابعي مجلة سلطانة، كانت هذه أهم الأخبار. إلى اللقاء.